نفسك يعني يعني صعب تعديله مسلسل من النجوم الكبار. بصي في ناس بتقنعك مثلا في اول سنتين فتقولي لا انا هكمل، يطلع مثلا مسلسل ثالث بيبقى عادي فانت خلاص فبتقلبي تروحي لحد ثانيه. لكن انا زي ما قلت لك بجرب تجربه انت ونصيبك بقى جت فيها. يعني مثلا السنه اللي فاتت كنت اتفرج على اربع مسلسلات كانوا بالنسبه لي حلوين بحب اتفرج عليهم، يعني فيهم كوميدي وفيهم اكشن وفيهم دراما حاجات كده اللي هو انا قاعد ما فيش حاجه بالليل خالص بعملها. وكان كل الناس برضو معظمها مش عايزه تنزل تروح كافيهات، وكنا بنتقابل بره نقف بره مع اصحابنا بره على العربيات كده نقف مثلا نشوف بعض نسلم على بعض عشان كورونا كانت لسه برضو. لكن خلاص الحمد لله دلوقتي الواحد بقى بيتعايش والدنيا فيها تعايش، والموضوع انت لازم تحمي نفسك قبل ما الناس تحميكي. ف لكن قول لنا اسم نجم بقى. انا كلهم صحابي فمعلش يعني مش اقول اسماء صحابي عايز اعمل منه لا عادي مش مشكله ما هم اصحابي يعني امير كرارة صاحبي، سقا صاحبي، محمد عادل امام صاحبي عشان متربي معايا. عادل امام طبعا انا كان بالنسبه لي المفضل عشان هو اللي مربيني طبعا، يعني هو كان ساكن فوقينا فيعني دايما متربي وعلاقتي بيه كويسه جدا. لكن من ساعه ما بقى له فتره ما بيعملش طبعا يعني خلاص ربنا يديله صحه طبعا دايما هو ده الزعيم يعني. محمد رمضان خايف انسى حد اللي انا بحبهم كلهم. ففي ادوار يعني مثلا انا هقول حاجه مثلا مسلسل فرصه تانية كنت بحب اتفرج عليه ايام الكورونا بتاع ياسمين صبري. ايوه يعني في مسلسلات كده يعني في حاجات كانت حلوه تحب تتفرج عليها. في كمان كان حكايتي حلو قوي كان مسلسل حلو في احمد صلاح حسني كان ايوه صح. ف احمد صلاح حسني كان مفاجاه بالنسبه لي جدا والكاست كله كان مفاجاه بالنسبه لي جدا. ففي حاجات بتبقى انت ونصيبك. فالسنه دي الله اعلم بقى يعني طبعا الاختيار الحاجات اللي هي اللي فيها يعني الفتره اللي فاتت دي وان احنا بنلنا حاجات كتير قوي على اللي حصل فينا في الفتره اللي فاتت. فالحاجات دي احنا بنستناها من السنه للسنه طبعا. اشبه بمسلسلات يعني يعني بتوثق فتره اكيد مهمه قوي في تاريخ مصر يعني طبعاً. انا شفنا ده فعلا طبعا طبعا ده حاجه مهمه وده اللي احنا شفناه وده اللي كان بيحصل فينا. فالحمد لله احنا يعني الناس وصلوه بالشكل الحقيقي بجد اللي كان بيحصل بجد. يعني هو بيقول لك حتى لما كان بيجيبها لك بالمشهد التمثيلي هو بيقول لك ان الواقعه دي كانت حقيقيه حصل فيها كذا. صحيح. فلا يعني صراحه لا قد ايه كنا مستهدفين. مش عارفه مين اللي حواليكي الكويس من الوحش مين الخاين مش من الخاين. لا يعني الحمد لله يعني عدينا المرحله دي بشكل كبير جدا جدا والحمد لله الدنيا بقت في امان كبير. يعني مصر بلد الامان والامن والامان. يعني اتكلمنا بقى عن تجاربك الفنيه. لا يعني عادي يعني انا اتعرض عليا حاجات كتير جدا فعلا مش هزار. بعلاقتي طبعا طبعا بالفنان الكبير عادل امام وناس كتير يعني مخرجين وممثلين صحابي كتير كنا بنفكر في كذا فكره. كان انا يعني ما عملتش حاجات كنت ببقى دور يعني ضيف شرف حاجه كده كنت يعني فيها انا وسوسن بدر ومنى شلبي واحمد خالد صالح. فالحمد لله عملت كده مشهد بسيط لكن كان في اطار او في سياق شخصيتي شرح انا فيها. كان حاجة الحمد لله الناس شافته والمخرج شافني فيه ان انا لا عندي كاريزما على الشاشة ان انا ممكن يجي مني حاجة. بس انا ما حبيتش ان انا هفضل يشوف حنفي بتاع كورة. انا عايز يشوف حنفي اللي اتولد وبقى نجم كورة